هي أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في محافظة الشرقية نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي 100 وصلة مياه مجانية بقرى مركز كفر صقر. وفي الدقهلية تم توقيع الكشف الطبي على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال اليومين اللي فاتوا. أما في محافظة الغربية تم افتتاح معرض المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بكلية الهندسة. أما في المنيا فقد تم إطلاق مبادرة المنيا تتجمل من أجل تطوير المدن والقرى هناك. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في الشرقية نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي 100 وصلة مياه مجانية بقرى مركز كفر صقر للأسر الأولى بالرعاية، وبيتم دراسة كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية، وده للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم اللي بتوفره الشركة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين في قرية موسى العرب مركز بالأس، وضمت القافلة 11 عيادة متنوعة منها 2 أطفال و2 بطنة والجراحة والعظام والأنف والأذن والرمد والجلدية والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي. في الغربية افتتحت مديرية التربية والتعليم معرض المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، وتم تنقية التسجيل لطلاب الغربية من 51 فريق من 57 فريق، وده بعد حذف التكرار والغير مستهدف من المشروعات. وشارك طلاب الغربية بعدة مشروعات في مجال الطاقة بتشمل الطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية. في محافظة المنيا تم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان المنيا تتجمل لرفع كفاءة وتجميل جميع المدن والقرى بالمحافظة بمشاركة أبناء المحافظة في المبادرة، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، بهدف المساهمة في تطوير وتحسين مظهر مدنهم وقراهم وتكليف رؤساء المدن والقرى بتنفيذ المبادرة بشكل دائم باستخدام المعدات والعمال وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف المبادرة. أيضاً أكدت محافظة شمال سيناء بدء حملة أسبوع النظافة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، واللي بدأت بانطلاق الحملة في العريش، وبتتم بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وبتهدف لإظهار الوجه الحضاري لشوارع ومدن وأحياء وقرى شمال سيناء عن طريق النظافة. كمان محافظة مطروح استقبلت قافلة المواد الغذائية المهداة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء خير مزارعنا الأهالينا، وتم وصول 12 سيارة منها 8 سيارات ربع نقل بيض أبيض وأحمر، كل سيارة 150 كرتونة بسعر 130 جنيه للكرتونة إنتاج محطات الإصلاح الزراعي، وأربع سيارات ربع نقل سلع غذائية خصم 20% ل25% بتضم رز بسعر 20 جنيه للكيلو، وعسل نحل بسعر 55 جنيه للكيلو، وسمن بلدي بسعر 150 جنيه للكيلو، وزيت بسعر 37.5 جنيه، ومكرونة بسعر 7.5 جنيه، ومربى بسعر 55 جنيه، بالإضافة إلى البقوليات. أعلنت محافظة الوادي الجديد افتتاح فصل تعليم صناعي جديد بمركز باريس بعد افتتاح فصلين للتعليم الفني تخصصات ملابس جاهزة وسكرتارية طبية بإدارة الخارجة التعليمية، وهيجري افتتاح هذا الفصل مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو فصل تعليم صناعي تخصص فني تركيبات كهربائية بنظام الثلاث سنين للعام الدراسي 2024-2025.